قدم محمد بودريق اليوم الخميس اوراق ترشحه للمنافسه على مقعد رئاسه نادي الرجاء البيضاوي وكان عزيز البدراوي رئيس الرجاء قد قدم استقالته بسبب الضغوط الجماهيريه التي تعرض لها اثر الاقصاء من دوري ابطال افريقيا وكاس العرش وتنتهي اليوم الخميس المده التي منحتها اداره الرجاء لاستقبال الترشيحات علما بان الجمعيه العموميه لانتخاب رئيس جديد ستعقد يوم 26 مايو الجار ويعتبر بودريقت من الرؤساء الكثيرين للجدل حيث كانت له مواقف معارضه لسياسه الفريق في السنوات الاخيره وكان يطلق تصريحات ناريه ضد الرؤساء السابقين